تعرف كله زين انه الاسلام السياسي حاله حال اي اتجاه سياسي موجود فيه اقصى اليمين واقصى اليسار. أي. طبعا الاخ السوداني غادر يعني تنظيمات الاسلام السياسي منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات، وكانت مغادرته يعني حقيقيه وليس مغادره يعني لظروف سياسيه، لا مغادره عن قناعه. وشكل حراك سياسي خاص بي، وهذا الحراك السياسي اللي خاص بي لا اسما ولا معنى كان محسوب على الإسلام السياسي، وإنما كان نوعا ما على الحركة المدنية، خلينا نقول المدنية وليس الحركة الليبرالية، وهذه هو الحركة الوسطية ما بين الليبرالية وما بين الإسلامية اللي هي موجودة، اللي ممكن نطلع عليها الحركة المدنية، وشكل حركة ما بين الفراتين ودخل بها الانتخابات. والمعروف عنه هو شخصيا هو إنسان معتدل وإنسان منفتح سياسيا على الآخر. طبعا هناك أكو مزج غير صحيح عند بعض المراقبين السياسيين، وهو أنه ما يفرقون بين أنه الشخص يكون متدين إسلاميا أو أن يكون هو مؤمن بعقيدة الحكم في الإسلام السياسي، فيتوقعوها أن هي نفس التوجه، هو لا بالعكس، يعني الإنسان قد يكون متدين بس هو مو إسلام سياسي. ولذلك اليوم إذا أردنا نتكلم عن السيد السوداني كشخصة وكفكرة سياسية فهو غادر الإسلام السياسي من أربع سنوات. أما من رشحه إلى الحكومة، من وفر له الأغلبية البرلمانية اللي مكنتها من يكون رئيس حكومة، فأكيد نعم هي قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وهذه القوى يعني معروف عنها في غالبيتها العظمى هي قوى إسلام سياسي، وتبدأ من أقصى اليسار الإسلام السياسي إلى أقصى يمين الإسلام السياسي الراديكالي. فإذا طيب القوى التي رشحته نعم هي قوى إسلام سياسي. زين، إذا السوداني قد غادرها بقناعة، هل عاد إليها بقناعة أم أن قوى الإطار التنسيقي جاءت بالسوداني لتتوضى به من ذنوبها حتى تكون مقبولة أمام الجمهور؟ وكيف قبلها السيد السوداني؟ حلوة هاي مال حلوة هاي مال تتوضى به، قوية مو عجبتني. أي أنا أعتقد بصراحة أنه السيد السوداني غادر الإسلام السياسي كمنهج وكعقيدة عن قناعة، ولكن لماذا عاد إلى الإسلام السياسي؟ ليش رجع مثلا مع قوى الإطار؟ ليش انقبل؟ اللي هو الأقرب لهم، يعني المغادرة تعرف دائما لما تغادر توجه سياسي معين تغادر بمساحات معينة. أنا في يوم من الأيام كنت يعني جزء من الإسلام السياسي، ولكن من غادرته إلى النقيض منه تماما، إلى الليبرالية وإلى العلمانية في الوقت. بس اسمعني، أنت ما غادرت الإسلام السياسي وبقى دكتور قصي، أنت ما غادرت الإسلام السياسي، أنت انقلبت على الإسلام السياسي. هذا وصف أدق. شكرا، ساعدتني في تقديم وصف أدق. السيد السوداني كان قريب من الإسلام السياسي، ولكن هو فكريا إيديولوجيا أنا بمعرفتي الشخصية بي وبمتابعتي لحركته السياسية فهو أكيد غادر هذه المساحة، يؤمن بالمدنية، يؤمن بال قريب على الليبرالية بس الليبرالية المحافظة جدا. ولكن الآن لماذا هو مع الإطار؟ نعم هو الأقرب لهم، ولما تغيرت المعادلات السياسية وأصبح على الإطار التنسيقي الشيعي تقديم مرشح مقبول عند باقي القوى السياسية، كانت مجموعة خيارات مطروحة على الطاولة. أعتقد كان خيار السيد السوداني هو الخيار الأفضل لأسباب أعتقد تنفيذية أكثر من كونها أسباب سياسية، أي أنه اختيار السيد السوداني من قبل الإطار لأن هو الأقدر الأكفأ على أن يقدم لهم حكومة تكون ناجحة
إذا طبعا سمحوا لها أن تنجح هم نفسهم.